عباد الله، الغفلة عندها أسبابها، الغفلة لها أسبابها، أعظمها حب الدنيا، حب الدنيا والركون إليها، خاصة إذا بلغ الإنسان مرتبة أنه يكره الموت يولي يغفل كثيرا، ولذلك يبدأ الإنسان يدخل في مرحلة وهي طول الأمل، يتمنى الإنسان ويبدأ يعيدهم الشيطان ويمنيهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا، يدخل الإنسان في متاهة، وهذا المتاهة هي طول الأمل، مازال ندير مازال ندير، ومن بعد كنلحق 70 وبعد كنلحق 80، وهو الموت واش مكتوب؟ يموت في الربعينات، يموت في الثلاثينات، يموت في العشرينات، المكتوب مكتوب عند ربي في اللوح المحفوظ بلي حيموت. هو مسكين واش دالو الشيطان؟ جعد له الحياه نتاعو وقال له حتموت ليه، مازالك بزاف مشاريع راهو دايرهم هو مسكين. ويكبر الانسان واش يدير؟ كينقطعوا عنه شهوات، يلحق 60 70 يقطعوا عنه شهوات، واش يفتح له الشيطان؟ يفتح له باب امل جديد في من؟ في ولاده، في ولاد ولاده. سنة نزيد نخدم ندير الضاله للولاد، سنة ندير هذيك الحانوت للولاد، سنة نعمل لهم مشروع، سنة كذا. 70 سنه 80 سنه مازالوا ما يركعش لرب العالمين، وراه راهو تايه مازال، مازال الدنيا لمن؟ الدنيا ماشي ليه، او يحوس على ولاده ولاد ولاده. يا راجل روح اركع لربي سبحانه وتعالى، لقد بقيت لك خطوه وتلقى رب العالمين، روح اركع الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاه والسلام ربي ينزل عليه كلام باش يديروا قاعده لجميع الخلق، وتكلم النبي عليه احاديث كثيره من قبيل هذه الايه اللي حنقولها لك الان. انا قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ما دمنا في شهر شعبان الذي قال عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم: هو شهر يغفل فيه كثير من الناس ما بين رجب ورمضان. وما دمنا أننا نخاف من وقوعنا في الغفلة، لابد من تذاكر بيني وبينكم حول ما يجب أن نعلمه من الأسباب التي تصيبنا بالغفلة. إخواني الكرام، من أسباب الغفلة، وهذا مهم جدا، مصاحبة أهل الغفلة وجلساء السوء. كاين الناس والعياذ بالله مجالستهم خسارة في الحياة، لما تجلس معه يذكر لك عيوب الناس، ربما قد يذكر لك ماذا؟ يذكر لك عورات الناس، وربما يحثك على الفساد، خاصة أولئك الذين فيهم فسق، فاسدين، فاسد، يذكر لك فساده، فسقه، ماذا فعل من الكبائر والفاحشات. فأنت تستصغر هذه الأمور وتوالفها مع الوقت، وتصير بعد ذلك إن لم تفعلها راح تولي تتكلم إلا عليها، أو تستصغرها في قلبك، تولي قلبك ما يعظمش هذه الأمور. لماذا؟ لأن عندك واحد يدور معك دائما يفعلها، تولي أمر عادي بالنسبة لك. وكثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية، جعلوا لنا اللهو دينا. كاين الناس، وهذا منتشر في الشعوب العربية اليوم، جعلوا لنا اللهو دينا، ولا اللهو دين، عبوكش معناتها دين، معناتها ديدن تكلموا عليه صباح وعشية، نجيبوا المحللين والرياضيين ونجيبوا الناس تتكلم صباح وعشية صباح وعشية، حتى ولينا نفتحوا قنوات أخبارية نشوفوا واش صرا خاوتنا في غزة، نلقاو ماذا؟ تحليل رياضي، نلقاو واحد يصرخ واللعاب يطير من فمه وشايب راسه ويصرخ يصرخ، ماذا وقع؟ يتكلم على شراء لاعب او بيعه، هذا ما كان. ولينا واش نديروا؟ ولينا احنا نتكلموا على الاشياء هذه كانها من مهمات الامه، ولينا كي نتكلموا عليها في المقاهي وفي المجالس وبين قوسين احيانا في المساجد، كي نتكلموا على المسائل هذه كانها من امور الامه، يعني خلاص هذه هي الحاجه اللي تطيح بها البلاد ولا تنوض بها، وهي هذه الكرة القدم ولا الرياضات ولا الأمور تاع اللهو واللعب، ولا هذا الأمر هو الذي يهمنا. هذا الأمر من جلساء السوء والمحيط نتاعك اللي يتكلم عن الأمور هذه بزاف نحيه. أنا أقول لك مليح الرياضة، دير رياضة مليحة، رياضة ومليحة وحلال الرياضة، مش مشكلة، بصح كي ديرها الدين تولي لك دينك، هذاك هو، تغضب على جالو وتفرح على جالو وتعادي على جالو وتصادق على جالو وتبني الولاء والبراء تاعك عليه وتصرف مالك فيه، أنا نقول لك والله غير هذا هو الدين تاعك، هذا هو الدين تاعك. ويوم القيامة أهل النار وش يقولوا لهم؟ الله لا يجعلك منهم. وش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم: الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. ربي خلقك تعبده، أنت صباح وعشية تحكي لي على الأمور كما هذه. إذن الناس اللي جلسوا حياتهم كامل يحكوا على الأمر هذا، ساعات الطوال، سهرة كاملة أربع ساعات خمس ساعات هو يحكي على الأمور كما هذه. يا أخي احكي لي على حاجة تحرك لي قلبي، احكي لي على حاجة من نجاحاتك حتى أستفيد منك، احكي لي قصة عندك فيها عبرة، معليش احكي لي حياتك، معليش احكي لي، احكي لي حاجة تعرفها عن الدين، حتى نجلس، حتى تولي مجالسنا، تولي مجالسنا هي تربيتنا. إخواني الكرام، جلساء السوء عمرهم ما ينفعوك والله، غير يضرونك. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى أعظم حسرة تقع للإنسان في البدايات متاع جهنم، نسأل الله السلامة والعافية، أن يعض الظالم على يده.
وش يقول هذاك الظالم على يده كي عض وش يدير؟ يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. هذا هو اللي ضلني، لقد اضلني عن الذكر، هو اللي خلاني نغفل، اضلني عن الذكر، ما خلانيش نذكر ربي، ما خلانيش ننتفع بما ينفعني. اذن كاين بزاف ناس انت تشعر بشهوه وبراحه معهم، لماذا؟ لانهم يريحوك، ساعات يضحكوك، ساعات يحكوا لك حوايج ملاح. بصح هذوك الناس هذوك انت مليح تهديهم، بصح هذوك الناس الا شفتهم يضروك في ايمانك على الاقل لا تكثر من مجالستهم، يضروك ماشي ينفعوك. نسال الله السلامه والعافيه.